احمد. شو شو في المغارة منها في المغارة. يا فسمة. زينو كملوني. خوا مرحبا بكم، السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بيا. هذه المره رايحين باذن الله تعالى نكتشفوا مناجم تاع مدينه مليانه. كما شفتوا في الفيديو من قبل اللي حاط لكم مناجم تاع مدينه الروينه، رانا معنا اخونا جمال فارا الخوا من هنا، الشيخ طيب غني على التعريف وعنده قناه ودعموه. خونا كيفاش؟ حسين. حسين عبد الرزاق. عبد الرزاق. روح حتى روح. انا بسوي روح اصورك. روح هذا صياد السيفان ولا كيعيطوا. المهم خوا اليوم باذن الله تعالى راح نكتشفوا مناجم تاع مدينه مليانه، وين رايحين تعرفوا على هذا المنجم اللي كان الامير عبد القادر يستخرج منه الحديد في عام 1839 هكذا خوتي. ومن بعد ما طاحت مدينه مليانه في يد الاستعمار الفرنسي في 1940 واش فرنسا عاد تستخرج الحديد من هذا المنجم. الله اعلم بدايه الاستخراج من هذا المنجم كان في 1872 حتى 1873 الله اعلم. المهم اللي واحد يعيشوا معنا مغامره ولا اروع باذن الله تعالى. ريحوا معنا وما تنسوش دعموا اخوكم باذن الله، راح تتمتعوا صح. لي من الاولويه جمال اليوم على الطيب. اولويه للطيب. باه شو طيب قال لك الاولويه ليك. الاولويه ليك الطيب. يحيى الله نجربوا. هاي بسم الله بالماتريال السلاح هذا. يا بسم الله. هاي على بركه الله. نمر واحد. هاي شوفوا ما تنسوش جماعه حصنوا نفوسكم. هاي بسم الله. هاي بسم الله. هاي حصنوا نفسكم. بسم الله يا رب يا رب يا الله. هاي جمال ادخل ادخل لي. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا. هاي شوف بسم الله. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. طويل جمال. جمال روح 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 عندي إنارة. روح عندي إنارة عندي. إيه ما جبتهاش برك. هاي يا جماعة راحوا. هاي الإنارة اللي عندي أنا. هاي الإنارة قوية تشوفوا جماعة. راحوا شوفوا وراهم ليك. شوفوا وراهم. هنا دوكا رانا في المغارة او منجم تاع مدينه مليانه اللي كان يستخرج منه الحديد كما ذكرنا من قبل. ليه خوتي احنا نعرفوا بلي مدينه مليانه راهي مدينه عريقه ومدينه قديمه جدا، وتعتبر من اقدم ومن اقدم واشهر المدن يعني هنا بالجزائر، واللي تاسست يعني في 27 قبل الميلاد من طرف الامبراطور الروماني زوكابار. هنايا راه دوكا لحقنا نشوف واحد الدرجه راهي جايه لهنا. كاين قوتي هذا من العلم راه مخلوق. يا رب بسم الله يا الله. هاو منا واحد رايح. شوفوا 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 هذا جماعه يا بالعقل الله. او يا هذه البروده ما شاء الله رانا فيها بروده ما شاء الله. مغلوق من ثم مغلوق. هاو هاو خفاش هاو خفاش. شوف شوف الخفاش. شوف 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 هاو راح هاو راح. نروحو خوتي هذا اللي منا. ولا الخوا كما راكم تشوفوا انا لقينا خرجه خلاف هاي من هنا. شوفوا الميني اللي شوفوا شوفوا هاي كاينه خرجه من هنا. نخرجوا وزيد ندخلوا مغاره خلاف. راهم جايين جايين من الجهه اللي من هيك. هاو راح هنا. فوالا رانا خرجنا. وي في خافك. هاي منا تبان مدينة مليانة. هاي لك شوف كي خرجنا من المغارة راهي تبان مدينة مليانة هاي لتحتها. هاي لك دوك نروحو نزيدو نكتشفو باقي المغارات اللي راه متواجدين هنايا بالمنطقة. فيه متر هذا الصور يا صاحبي. هذا كان بالك شاطون تاع ماء ولا روح شوف شوف كيف مخدوم. شوف ايه
شوف 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 حوالي 1 متر هذا الصور لكم تشوفوا فيه. يا ربنا هذا الشيء اللي كان تعمه هنايا. هاو بس انا شوف كان يحجروا فيه. بصح شوف كيف داير الصور. شوف شوف هذا بصح لا تخبوها هنا لا حلينا بيت دخلوها بيت دخلوا ليه. ايبا الخوار انا وصلنا مغاره خلاف هاي ليك كاينها مغاره خلاف وندخلوا ليها باذن الله تعالى. كذلك هي مغاره لهيك هاي ليك زيدوا ندخلوها باذن الله تعالى. وهذيك هنايا مدينه مليانه وكما ذكرنا من قبل مدينه مليانه راهي غنيه عن التعريف يعني تعتبر من اشهر واقدم المدن بالجزائر كما ظهرنا كما ذكرنا. ولكن مثل تكون مدينة مليانة تأسست في القرن 27 قبل الميلاد يعني من طرف الإمبراطور الروماني زوكابا وسموها في هذاك الوقت زوكابا يعني مدينة قديمة بزاف. هيا ندخلوا نكتشفوا هذا المغارة بإذن الله تعالى ونشوفوا شنو هي. الخوة كما شفتوا هذه هي المغارة. صدقوني يا جماعة كما ذكرنا صدقوني يا جماعة واحد البرودة راهي تخرج من هنا ما تعمش عقلكم. لهنا كي توقفوا غير هنايا راهي درجة حوالي 20 درجة. نزيدوا خطوات هنا زوج خطوات هنايا نلحقوا لدرجه حوالي واحد 40 درجه معناتها فصل الشتاء اللي هي وفصل الصيف اللي هنا يعني اوت هنايا والهيك جانفي. سبحان الله بروده ما شاء الله بروده ولا اروع. دوك نصلوا هنايا باذن الله تعالى وندخلوا لينا ندخلوا نضربوا طل الداخل شكاين. هاك الجماعه كامل راهم لداخل. شوفوا الدخله تاعو راهي بدات بالخضوريه راك تشوفوا. ما صراتش ردوا بالكم هابطوا هابطوا. سبحان الله شوف شوف هنايا شوف كان يخرجوا الحديد شوفوا كان يدخلوا البلكيات هذوك. جمال وراك مهبطنا وين؟ برد 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 برد. هذا ماشي جون في هذا ديسمبر هذا ولا وشنو هو جمال؟ رد بالك ثم ايه دونجي. اوه برد برد. شوفوا هنا الميديتي بدا يتهبط ورا طيب. لا لا ما يقولوا ما تروحش وحدك ما تروحش بعيد وحدك. طيب وي طيب مثلا شو كاينه هنايا هبطه تدير واحد المغاره وكاينه من وحده اخرى طلعها يطلع الفوق. ها هاي طلع الفوق. روح شوف جمال روح جمال هذا مش متاع الروينه هذا شيء مختلف. ها وشوف هناك بنينو بالصور جمال جمال شفت الصور هذا بنينو. شوفوا هنا الخوار راهم باينين واحد الصور هاليك ها. هيا شو طيب ورا؟ طيب شي يبغي يهدر. ها هو طيب والله ما تفوتوش قاعد يكتشف كلش. شوفوا يا جماعه ها هو رايح من هنا وكاين واحد اخر رايح الفوق وهو جمال. ها شتو جمال؟ اي راسي راه فتحة هكذا ها معمرة ها ها كما كتفوت الراية ولا شكون يتجبدوا بها تاع هذوك العرابات اللي سقون فيها جا. ها هو يطلعوهم. ها شو جمال روح شو راهي بري هنا. اسمح لي شنو نجوز منه اسمح لي نجوز. ها يقطر لهيه يا الله اوجي. ها هاوليك يا هاوليك طري طريك طري. هذا الطيب جبت لنا الطرفه تاعك دوك لازم الطرفه ونطلع فوق. هبط 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 روح ديريكت. هاو بنوه الصور هذا هنا بنوه بما يهبطش. هاو بنوه عليه باش ما يعاودش يتهدم ويغلق لهم المدخل هذا. هاو كيفاش عليك بنو الصور. راه راه
دوكا رانا غير مازلنا هابطين، انا في حوالي واحد 300 متر ولا مازلنا هابطين. شوفوا هوب، شوف الظلمه اللي راهي، شوفوا الخوا، شوفوا هي طفيت الضوء جماعة راحوا، شوف الظلمه اللي راهي، شوفوا قام راحوا الجماعة، شوف كيشعل الضوء هوب، زيدوا لها ها الإنارة قوية، حطوا نكتشفوا شنو راه كاين تحت. وي او جاي طيب، ايه سبحان الله، ايش كاين الضوء، ايه كل خمرة داير سبحان الله، ايه راه راه شوف الخوا ديال الحجره كيفاش دايره، شوف غير تضرب فيها الضوء سبحان الله تبرق. شوف وهذا هنا وين كانوا يثقبوا، كانوا يثقبوا باش يديروا كل بالحدايا تاعهم باش يلصقوا فيهم في كل فجوات هذوك. هم راحوا الجماعه خلوني وحدي، لازم نلحقوهم هاك الجماعة. أجمال أجمال راح تخرجوا في الخميس تحت، ماكش راح تخرجوا في مليانة والله، راح تخرجوا في الخميس. شوف مثقوبة كاملة، تخيلوا منا كانوا يخرجوا الحديد في 1873، وقبلهم كان الأمير عبد القادر يخرجوا في 1839، سبحان الله كان يستخرج منا الحديد من هذه المناجم اللي نشوفوا فيها. شوفوا شوفوا يا مخدومة، أول إنارة جماعة، رد بالك رد بالك، ثم كاينة دخلة لهيك، كاينة دخلة من هيك، كاينة دخلة من هنا، وهذه أصلا لهنايا فيها زوج دخلات ولا ثلاث دخلات راهم من هنا لداخل. والله غير صبحت هي جمدو، لا لا برد راه برد، هذه باينة بلي كاينة فتحة من الجهة جمال. والله غير جمدو، هو كاين كاينة فتحة كاينة، شوف فوق السقف هذاك، شوفوا كبار يا جماعة هذا المنجم والله كبير، شوفوا ما ملهي ما ملهي، سما كل كل متاهه ولا كل مغاره فيها زوج غيران يختين. شوفوا هبط هبط ايه يا جماعه، لازم واحد يقعد لهنا. شوف شوف كاين مغاره منا، كاين مغاره هنا، مغاره لهيك لهيك اصلا لهيك لهيك، وكاين زوج مغارات، شوفوا كاين زوج مغارات ها. شوفوا كيفاش دايره، ها شوفوا البروده بدات تنقص جمال، ها البروده بدات تنقص لهنا، لا لا ماهوش مفتوح، هيك خوتي هذاك راه مغلوق باش تعرفوا، معناتها كل ما تبعد كل ما الاكسجين يزيد ينقص هكذاك باسكو علاه ما كاينش تهويه. شوفوا ذوك الصخور اللي راهم طايحين هنا، شوفوا هادو الصخور راكم تشوفوا فيهم كانوا يكسروهم يفتوهم ويدوم يستخرجوا منهم الحديد، ها شوفوا شوفوا بالمارطو. ايه هنايا قرون قبل كانت غير المطرقه والفاس داير حالها هنا لداخل، شوف ذاك السور كيفاش خادمينو، شوف يا ودي شوف كيفاش خادمينو، شوف شوف خادمين سور، لا لا جمال هذا علاش بما يهوتش عليهم الحجر مو كاع خادمين الجوانب تاعو كاع مغالقينهم. زيد تروحوا من ثم، علاه من ثم مغلوقه؟ مفتوحين، لا مفتوح. ايه هنا ردوا بكم تهاملوا برك، ردوا بكم تهاملوا. ايه اسمع مشوا مع بعضاكم، ما كانش اللي يمشي وحده، هو مشوا كيف كيف. ايه لا لا مشوا كيف كيف، مشوا كيف كيف. ايه تحسبوا مدفع هذا، تحسبوا مدفع هنا، هاو هنا هنا يبداو دوك الصواعد النوازل يتشكلوا، اخوا شوفوا ها ملي كيبداو يتشكلوا ها تشوفوا كاين هذيك بلاصه هنا فوق ديريكت، هاو بالتقطيع كيقول لكم قطر يصعد يشكل لنا هادو الصواعد والنوازل راكم تشوفوا فيهم، ها بداو يتشكلوا ها ملي كيبداو يتشكلوا ها. شوفوا هذه هذه هاي تقطر، ها مازالها تقطر، ها كيبداو يتشكلوا هذوك اللي كتشوفوهم بيوضة كامل صواعد ونوازل.
ثم ارد بالك يا ثم كاين كيف ثم بيره ها هوليك مخدوم مخدوم ايه هو هذا لازم نطرفه شيخ ما تقدرش تهبط هكذا جمال جبتنا الطرفه تاعك جبت ها هو جبت اسمها نهبطوا ليها ونهبطوا ليها كيفاش احنا جينا هنا باش ما نهبطوش احنا نكتشفوها هنا شبر بشبر والو ما خلو والو اه وجمع هذا غامق شوفوا شوف اجمل ايه غامق رايح ربي هنا رد بالك ايه مخفوره ايه شو كاين تحت بير هذا يا خونا هذا بيري رايح ما عندوش نهايه هذا اه ولازم هذا نهبطوا ليه كيف هذا كراك هذا تاع كورده مثل كورده تكون جمال اش بد نجبد او شوف هناك ثري بري شوف شوف يا الله شوفوا بعد لي شويه هذا ما تودرنا بدك غير البير هذا هنايا ما عنديش ليها يا هذا ما اروح ولا تشوف اروح منها ضرب البلاطوش تاعك هكا ديريكت ومو زومي زومي تعرف اللي ما عنديش نهايه طيب ها مثلش للطرف شويه النور اي اه هنا صعيبه طيب شلو تشوف كيف نسمع الصوت هو بعيد طيش حجره كبيره طيش حجره اجمعه قول بسم الله قبل ما طيش شوف اسمع بعيد 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 تروح لك الكاميرا من راحت يا ودي خاطر تروح تو الكاميرا تهبط تسجل لتحت تهبط وقعد تسجلوا لتحت بصح تشوف الاكسجين ما كاش بدا ينقص ما من الهواء وما كاش كل فوق البحري شويه عرف بلي هنا ما كاش تهويه وما كاش نزيدو نكملو نكتشفو الباقي وشنو دايما رجليكم شوفو عند رجليكم دايما كتحط رجلك ايه عرف عرفو هاي لي هاي لي هاي هذه جينا مع هذه هذه ايه رحت شوف ورا رايح خادمين هنا يا صاحبي خادمين راهي مدينة تحت الأرض هذه يا الله غير مدينة راهي تحت الأرض شوفوا شوفوا كل حجر كم خادمين ولا هذا آه بير كبير هذا يا جماعة بير كبير اه هو بير كبير هذا طيح آه. الله يرحمك اي بصح شوف مخدوم لتحت شوف شوف تقدر تهبط ها تقدر تهبط بصح شوف مخدوم انت تقدر تهبط لازم تعرفها باش تقدر تهبط له شوف مخرقينها يا صاحبي لا تقدر تهبط هنا يعني هيك ما يبش العقليه كذا والله غير خرقوه هذا الجبل يا صاحبي رد بالك ثم زلق 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 كبير طيب بير رايح تحته خادمينه شو راح ورا ما فهمتش شو خادمينه راح انا حاب نصوت هنا اودي له لا لا طيب تريسكي مو احنا نكتشفه لا ما طيب لا نكتشفه يا جماعه نكتشفه بسكوت طيب راهو مع جماعه فاهم واحد مغرفينا من برو كيما راكم الخفا كيما راكم تشوفوا يا الخوا انا مازلنا في داخل المنجم في مدينه مليانه هذا المنجم المهجور ورانا رانا على عمق تحت تقريبا واحد 300 متر ولا ومتهات متهات رانا فيهم الداخل كيما راكم تشوفوا رانا نكتشفوا باذن الله تعالى ونصوركم كامل الاجواء اللي راهي بالداخل سمعوا هذا الغير
هادو كامل يخرجوا فيه هذا كبير ومن الكبير هذا يدوا الحجر يخرجوا الحجر برا منه. لا هذيك قال تما ربك البير طيب طيب بير وي طابط البير طيب متريس كيش انا اخوك هلا اخوك ما تهبطش روجي وراك رايح من ثم الخال وين نروح ما تريس كيش طيب لا لا ما تهبطش ما تهبطش يا ولد بحينا والله ما سمحتونا هاي اطلع 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 صبرتوا ايه شو وراهم هاي راكم بالزوم راكم بالزوم علي زوميتك الطيب حاثني اطلع اطلع طريق منا؟ ديري خيط الكاسيطة باش ما يهملوش وليت هنا عند رجليا الخوة هنا يا جمال فقد الإنارة بشكون ما جابش معاه إنارة إضافية كما نقولوا احنا احتياطية وزيد الفريق الثاني هذا كان بعد هبط بزاف قرعنا لهم حوالي واحد الساعة ما جاوش احنا سينا كيفاش نعاودوا نطلعوا يعني باش نخرجوا اون كان اتصلوا بالحماية المدنية ولا في حالة ما ما خرجوش ولكن احنا كذلك هملنا وما لقيناش المخرج تاع هذه المغارة وصرا فينا وصرا نحن الله يا يحيى جينا من شارك الدنيا جينا عرابة يا ربي صحنا شتى صحنا بس بشرح بس عزمة عزمة بس حلال الطيب هو اللي راديكم ورايح نحلي لا والله ما فهمنا سبحان الله عيد يحيى ولا ذو سمعتني نعم واحنا بحالة طيب حرام سمعتونا سمعتونا انت شكون يسمعك تاك ما بولي تاني شكون يسمع انا قلت ما لاش نولي سلام عليكم والله ما زيت وليها احنا قلت خلاص خلاص دخل الخرجه مين صبناهاش لهنا انا الخرجه ورا صبناهاش لهنا خلاص انا كي نعرف الخرجه دابا والله غير نحوس عليك وخكم طيب والله لا تا اقسم بالله غير انت والله لا تعبنا منك امنكم تخلص روحك انت انا مش هذيك طيب شو شو انا درك هنا انا دخلنا مكا لا رسول الله كتامن الفريق انا ما على بالي لا واحد عاود كتامن الفريق الحمد لله اللي صب لي استنى وصبناكم انا جيناهم كيف الحمد لله يا ربي كنا رايح الهاويه ديرك مباراه واحده يا خويا عباش حنا مشينا طرواكي الاول تختلف ليك هاني نعرك في البرد هاني نعرك تلقيت واحد يعرك في منا اسمع وش لقينا يحيى تحت قولي وش واحد المنشار شحال فيه طويل على خالي يضرب من ايه لهنا طب تاع تاع تحديد ولقينا عربة عربة ماشي كاع كيما هذا مخدوم تقول هكا زلك طيب طيب واخيرا الحمد لله حنا خرجنا والله غير صدقه غير اكثر من ثلاث سوايع وحنايا نهومو غير في بلاصه واحده نضرو غير في الانفاق والله غير من سبحان الله ثلاث سوايع طيب انا والله غير الله غير قلنا صلينا العصر ودخلنا من العصر الحمد لله الحمد لله وذيك البحر ذاك البرود هذيك انا ما قلت لك ولا زيدين رايحين هاملين كنا غير نهبطوا كنا غير نروحوا تبع فرحتو طلع تبع العقبه 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 تخرج كنا رايحين زاد رايحين يا خوا ما زيدش تعاود تكرر يا جماعه ما زيدش تعاود تكرر تمشوا مع بعضاكم كيف كيف ولازم اسمع لازم فيش فاشه ايه والله فيش فاشه تلعب دور اقسم بالله غير تلعب دور كبير عليك تلعب دور كبير هذيك مزيه ما بلش تحت كاع مزيه ما خاصش باذن الله تعالى عز وجل المره الجايه ما زيدش ما زيدش تكرر خرجت روح نسد الخرجه روح روح يصور له واخيرا الله يسمعه له منا قسما بالله له منا يشبع اكثر من ثلاث شوايح وحنا داخل المغاره هاي الضوء هاي الضوء هاي الضوء هاي الضوء ها واخيرا خرجنا جمالك طعني يا خلاص خلاص اخر مره تدخل مغارة مالك تمر يا غير واو واو
تعبس يا مريض بزاف. هذه اصعب خلعه، جمال جمال. اه اسمح لنا خاوة كما راكم تشوفوا اخيرا كملنا اكتشاف المغارة هنا يا مليلة. الحمد لله خرجنا على خير. بون صراحة صراحة هملنا صراحة هملنا يا جماعة صدقوني صدقوني حوالي واحد ثلاثة سوايع وحنا هاملين لتحت ثلاثة سوايع وحنا هاملين سقطوا مع جمال بارا هذا ما سلكناش كامل هذا كاع مشكل طيب والله وحصلنا لتحت غير هابط هابط ريح هابط هابط والله يا جماعه صدقوني جمال واش نلاحظ واش نلاحظ احكي لهم على جمال صراحه نهمل والله تحكي لهم على جمال والله غير غامضه بزاف وصعيبه بلعوها ما تتكرر داروا لها بلا جمال عطينا مشاعرك الداخل داخل مشاعرك كيف كنت تحس متهامل في جمال تقسم لك بالله يا قلت مازلنا خرجها غير الداخل هذاك واحد والله غير انا غيدير حسابي باللي نباتوا لتحت انا قلت نبات اليوم عادي قرعه ما الرزمو كاين ما ثم يكثر كاين القاطو كاين الجي كاين فوتوا لي ثم وخلاص كيف دير اناره خلاصت الرزمو كانت باقيت لنا اناره تاع الريزيرف اللي حطينا باور بانكو كامل الحمد لله الحمد لله الحمد لله المهم خاوتنا ان شاء الله يعجبكم فيديو وعلى جال هذه الهمله خبطونا بالجامات كثروا الجامات والبارطاجات والحاله دعمونا دعمونا تحياتي ونتلاقاو في مغاره اخرى في فيديو اخر تحياتي سلام.